ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف به. كحصول تأليف به، فلو كنت تصلي مع أناس لا يرون القبض بعد الركوع، بل لا يعرفونه، بل لا يعرفونه، وأنت ترى أن القبض بعد الركوع سنة، فإن الأفضل ألا تقبض ابتداء، تأليفا لقلوبهم وتقريبا للحق إليهم، لأن مصلحة التأليف أعظم. ومن ذلك مثلا إذا كنت تصلي بأناس يرون أن وصل الوتر أفضل من فصله وأن ترى العكس، فإن الأفضل أن تصل الوتر تأليفا لقلوبهم لما في هذا من المصلحة العظيمة. نعم.